مين الزبون بتاعه؟ مين اللي مين اللي بيجي يطلبه؟ مستوى عالي، ده اعلى من الفياجرا واعلى من الحاجات دي. تمام جدا في الاكل، اجمل حاجه بتاع الناس العرسان المتجوزه. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم ايمي من قناه ايمي وهنونه. النهارده ان شاء الله نتعرف مع بعض على انواع الاسماك اللي موجوده داخل سوق الانصاري بالسويس، ونشوف تشكيله من الانواع اللي موجوده، والجمبري كمان والكابوريا والاسعار. ان شاء الله هيفيدنا بقى عم كوريا. ازيك يا عم كوريا؟ بوري بلدي. سلام على حضرتك. ده بوري بلدي حاجه حلوه. ده بلدي يا عم كوريا. بلدي بما يرضي الله. عامل كام؟ احنا عايزين 150. عم كوريا احنا عايزين عروض. 150 جنيه ده احنا بنعمله كده السوق العرض. عايزينك تضيع النهارده الاسعار. العرض 150 الجنيه. في عندنا جمبري اللي هو بتاع الجيش ده ب 200 جنيه. الجمبري ده بتاع الجيش ب 200 جنيه. تمام. اما الجمبري ده ب 300. 300 جنيه. ده ايه، بلدي ولا مش بلدي، بلدي ولا ايه؟ بلدي، بلدي وفي بس كلهم بالصلاه على النبي شويه جمبري زي الكتاب ما قال. كله جمبري عبر حاجه حلوه. ماشي يا عمرو بيه. تمام. ده ب 300. 300. اما الكابوريا هنا الوسط دي بتعمل 100 جنيه. دي كابوريا نت؟ اه كابوريا اناتي. كلها مبطرخه. افتح لنا كده يا عم كوري. بس انا حاسه ان الكابوريا بقى لها شويه. مش طازه. لا طازه طازه يعني، بس هي زي ما تقول ايه، في بتاعت العريش نزلت ودي بتاعت الكنال عندينا. يعني ممكن تكون مثلا بقى لها يوم او حاجه؟ نعم. ممكن تكون بقى لها يوم او حاجه؟ لا 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 لا، هي جايه امبارح بالليل بس. اه تمام، ممكن الحر بقى. بس حاجه جميله. ده خيار البحر. ده خيار البحر. ايوه. ده ناشف. قول لنا تاني يا عم كوريا بتعمل ايه الناس اللي بتتابعنا لاول مره؟ المبشره ينزل على نظام طواجن او يتحل ويتعمل زي الكبد الاسكندراني. ده بالنسبه للخيار. اما في عندي بطارخ بوري. تمام. بطارخ بوري ده بطارخ الوار. بطارخ وقار ودي بطارخ. اه ده البوري. اما ده بتاع وار ده جمبري لحم. الاطباق دي عامله كام؟ 70؟ 70 الطبق. اي طبق فيهم؟ لا ده ب 70. اما بالنسبه للبطارخ دي بتعمل 200. 200 طبق. تمام؟ اما خيار البحر ده بيعمل 300. الطبق ده 300 جنيه؟ 300 جنيه كل الطبق. فعلا؟ اه. يعني بنضيع حاجه، اللهم صل على النبي. طب مين زبونه يعني؟ معلش مين زبونه؟ مين اللي يدفع 300 جنيه في الطبق ده؟ لا بيدفع. مين؟ بيدفع. ده لو عندي غيري بيتباع الكيلو بتاعه ب 2000 جنيه، لكن انا بعمل كاتيكاوي ده ربع كيلو بقول ب 200 250 جنيه، بلاش 300. ايوه مين الزبون بتاعه؟ 250 ده ربع كيلو. مين زبونه؟ يعني الكيلو بمعدل 1000. مين الزبون بتاعه؟ مين اللي مين اللي بيجي يطلبه؟ مستوى عالي، ده اعلى من الفياجرا واعلى من الحاجات دي. تمام. جدا في الاكل، اجمل حاجه بتاع الناس العرسان المتجوزه. ده اسمه شعور محسنه. تمام. وصح الجوده عاليه. بكام؟ 150 جنيه. 150؟ اه. في حاجه اسمها صدف. صدف ده جميل. والسعر بتاعه بيعمل 120 جنيه. 120 جنيه الكيلو. صدف. ده بقى اللي عايز يعمل بلي، عايز يقطع بفتيك، عايز كلام من ده، حاجه اللهم صل على النبي والعرض على اعلى المستوى. حاجة جميلة. أيوة كده. دي بلاميطة. كده نظامها بالواحدة، الواحدة ب 200 جنيه. الواحدة ب 200 جنيه. أهي. وصاحية. الجودة عالية. 200 جنيه كلها الواحدة. تمام. الموسى ده سمك موسى خليج. هو اللي بيبقى قدامه كبيره كده. اه اهو ده موسى خليج. والسعر بتاعه 150 جنيه. ده بتاع بره الخليج، عشان برضو الكلام يبقى واضح، عشان هيبقى المشاهدين تتفرج على العرض زي الكتاب ما. تمام. بشكرك يا عم كوريا، شكرا ليك. وانتوا نورتونا ونورتوا البرنامج كله. شكرا ليك يا عم كوريا. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا عم كوريا. بشكركم جدا لحسن المتابعه، وما تنسوناش بقى باللايك والشير، وكمان اسعدونا بالاشتراك في القناه لسه بيتابعنا لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو؟ ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.